السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضركم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. ما زلنا بنتكلم في موضوع الـ Virtual Machine Migration، وطبعا كنا في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا Cold Migration والـ VMotion والـ SVMotion، وإن احنا نغير الـ Virtual Machine في نفس الوقت لهوست تاني ونتشنج الـ Data Store في نفس الخطوة. حاليا بقى عايزين نتكلم على النوع نقدر نقول القبل الأخير معانا، اللي هو الشيرد ناسنج في سفير في موشن. الشيرد ناسنج ده هو ليه سبيشال كيس شوية، يعني هو وضع خاص شوية، كتير جدا مننا بنستعمله لكن ما بنبقاش فاهم ان هو المصطلح بتاعه ايه. الفكرة بتاعت الشيرد ناسنج ان احنا عندنا فيرتشوال ماشين بارون، ماشي مفيش مشكلة في الانواع دي، كان في عندنا نوعين بارون. طيب لكن الاختلاف هنا، اول اختلاف بيقول لك ان الفيرتشوال ان انت بتتشينج الهوست والداتا ستور مع بعض، فبالتالي في نفس الخطوة بناخد الاختيار الثالث بالنسبة لنا، ان انت بتقول له تشينج الكمبيوت ريسورس بلس تشينج الستورج في نفس الخطوة. طيب طبعا ده اي حد هيقول طب ما ده اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، لما قلنا ان احنا عندنا نقدر اخدنا الاختيار ده وكنا بالفعل عملنا تشينج لفيرتشوال ماشين من الهوست، كان مثلا من 111 ل 112 ونقلنا من الداتا ستور 20 ل 15 او العكس وقتها، فبالتالي احنا استعملنا الاوبشن ده. طب ايه الجديد بقى فيه وامتى نقول ان احنا هنقول على المايجريشن في الوقت ده شيرد ناسنج في سفير في موشن؟ الشرط هنا بالنسبه لنا ان نقول على عمليه المايجريشن دي مش مايجريشن عاديه، لا ده هي شيرد ناسنج في حاله واحده، ان انت ما عندكش شيرد ستورج، ان بيكون بكل بساطه ان الفيرتشوال ماشين بتاعتك اللي هتعملها مايجريت دي موجوده على لوكال داتا ستور. ودي كانت مشكله كبيره جدا اصلا بتقابلنا زمان، يعني هي بدايه فكره الشيرد ناسنج في سفير في موشن دي كانت بدايتها في ال 5.5، وحتى وقتها كانت بتشتغل على اجباري لازم تستعمل الفي سفير ويب كلاينت. الفي سفير كلاينت ما كانش ينفع، ما كانش بيسبورت الفيتشر دي، حتى وقتها كنا بنقول عليها انهانسد في موشن. يعني احنا كان في الاصدارات اللي قبل كده كان في في موشن وكنا بنقول انهانسد في موشن. في اختلاف بس ما بين الفي موشن انهانسد في موشن، في موشن بتتشينج الهوست اونلي، لكن الانهانسد في موشن انت كنت بتغير الهوست والداتا ستور في نفس الوقت، لكن كان الشرط بتاعها ان انت يكون عندك اللوكال داتا ستور. لما كان في فيرتشوال ماشين وكانت في لوكال داتا ستور في الاصدارات اللي قبل 5.5، كان اجباري بالنسبه لك لازم تعمل باور اوف للفيرتشوال ماشين عشان تقدر تعمل مايجريشن، ما كنتش تقدر تعمل لايف مايجريشن خالص للفيرتشوال ماشين دي. بدا من 5.5 الموضوع ده اتحل، كان في الاول كمسمى بنقول عليه انهانسد في موشن، حاليا المسمى بتاعه شيرد ناسنج في سفير في موشن. الفكره بتاعته كلها ان الفيرتشوال ماشين بتاعتك بتكون على لوكال داتا ستور، ايا كان للعلم هتنقلها للوكال داتا ستور برضو او هتنقلها ل شيرد داتا ستور، مش هتفرق معانا، بس انت الفكره ان انت بتاخد بتتشينج الهوست مع الداتا ستور في نفس الوقت، لكن الفيرتشوال ماشين لازم تكون على لوكال داتا ستور، لان دي زي ما قلنا قبل كده ما كانش ليها حل خالص يعني، ودي كانت بتعمل مشكله كبيره، ان انت لو عندك حاجه على لوكال داتا ستور فكان لازم تعمل باروف للفيرتشوال ماشين عشان تقدر تعمل لها عمليه المايجريشن. طبعا هنا مازال بيشترط ان يكون في كومباتيبلتي في السي بي يو، ده شيء منطقي جدا لان الفيرتشوال ماشين بالنسبه لنا باور اون. طيب نشوف الكلام ده كده، لو دخلنا على اللاب بتاعنا، احنا طبعا كان المره اللي فاتت شفنا ان احنا عملنا مثلا مايجريت للفي ام اللي هي مثلا سنتوس، كنا بنختار الاختيار ده تشينج بوس كمبيوتر ريسورس. هو احنا في الموضوع بتاعنا اللي هو شيرد ناسنج في سفير في موشن احنا برضو هناخد الاختيار ده، بس امتى هنقول عليه شيرد ناسنج؟ لما يكون الفيرتشوال ماشين على لوكال داتا ستور، وده بالفعل الفيرتشوال ماشين بتاعتنا دي على انهي داتا ستور؟ على الداتا ستور دي، ودي لوكال داتا ستور عندنا، فبالتالي كده تاخد لو انت عايز تعمل لها مايجريت. لو فكرت ان انت تقول ماشي انا عايز اعمل لها في موشن، لو جينا نعمل كده مايجريت ونختار مثلا الكمبيوتر ريسورس يقول لي نيكست. شوف هو ما ظهرش الا الهوست ال 111 اللي هو عليه. طب ليه ما ظهرش باقي الهوستات؟ لان الفيرتشوال ماشين دي على لوكال داتا ستور، وزي ما حضراتكم عارفين لو الفيرتشوال ماشين على لوكال داتا ستور ما ينفعش يتعمل لها مايجريت لاي هوست تاني. ليه؟ لان الهوست التاني ده اللي هو الديستنيشن عندنا
مش هيبقى ليه اكسس على اللوكال داتا ستورج اللي على الهوست الاولاني. يعني احنا دلوقتي لو البلان بتاعتنا ان احنا عايزين نمايجريت الفيرتشوال ماشين دي تشينج هوست اونلي بس من الهوست ال 111 لل 112 وحاولنا نعمل الكلام ده، هيقول لك لا مش هيظهر لك الهوست ال 112 وال 113 اصلا. ليه؟ لان الهوست ال 112 ملوش اكسس على اللوكال داتا ستورج اللي في الهوست ال 111. دي قاعده ثابته عامه عندنا، استحاله هوست يقدر ياكسس لوكال داتا ستور على هوست تاني. دي حتى الان ما فيش هوست يقدر يعني ما لهاش حل حتى الان يعني. طب في الحاله بتاعتنا دي لو انت حابب بقى تمايجريت الفيرشوال ماشين دي مثلا من الهوست ال 111 ل 112، هقول لك لا لازم بتتشينج في نفس الخطوه الداتا ستور برضه، اللي هي في حالتنا اللوكال داتا ستور هنا هننقله على الهوست ال 112، فبالتالي لازم تختار واحده من الثلاثه داتا ستور بتوعه سواء لوكال او شيرد بقى مش هتفرق معانا. لكن هي النقطه دي ان لو عندك فيرتشوال ماشين على لوكال داتا ستور والفيرتشوال ماشين دي باور اون وحابب تمايجريتها على لهوست تاني، ما ينفعش تعمل الكلام ده الا لما تتشينج الداتا ستور برضه. يعني برضه يعتبر نفس السيناريو اللي عملناه في الحاضر اللي فاتت، ان انت كنت بتتشينج البوس الكمبيوت والريسورس. ف دي طبعا كان زمان بقى زي ما قلنا في الاصدارات اللي قبل 5.5 لما كنا بنستعمل البي سفير كلاينت، كنت تيجي على الاختيار الثالث ده تلاقي ديمد. هو اصلا ما كانش بيبقى اكتف بالنسبه لك ان انت تعمل نيكس، كان بيبقى ديمد ما تقدرش اصلا تختاره. ليه؟ لان الفيرشوال ماشين دي فيها يعتبر كده احد الشروط المهمه بالنسبه لنا ان احنا نعمل لها مايجريشن اللي هي موجوده على لوكال داتا ستور. لكن حاليا تقدر تمايجريتها، لكن زي ما قلنا بتتشينج الريسورس مع الكمبيوت، فبالتالي تقدر تمايجريت الفيرشوال ماشين دي سواء هي باور اون او باور اوف. طبعا في حالتنا اللي هي شيرد ناسنج لازم تكون باور اون. ليه؟ هنعمل لايف مايجريشن مش اجباري بالنسبه لك زي زمان ان كان لازم تعمل باور اوف للفيرشوال ماشين. فبالتالي تقدر حاليا تمايجريت الفيرشوال ماشين سواء هي باور اون او باور اوف، سواء على لوكال داتا ستور او على شيرد داتا ستور لايف مايجريشن. طبعا مع توفر الشروط الخاصه بالفيموشن، لان انت بتعمل لايف مايجريشن فلازم الفيموشن يكون كونفيجرد في السورس في الاس اكس اس سورس والديستنيشن ومكانه الفيم كيرنل بتاعه. فبالتالي تقدر تمايجريت الفيرشوال ماشين. طيب نشوف السيناريو بتاعنا اللي هنطبقه دلوقتي. الفيرشوال ماشين دلوقتي على الهوست ال 111 على لوكال داتا ستور. لو حبينا نمايجريت على الهوست ال 112 سواء على لوكال داتا ستور او شيرد نفس الايه الكونسبت، فنيجي كده للهوست للفيرشوال ماشين نقول له مايجريت. طبعا مش هينفع بالنسبه لنا تشينج الكمبيوتر سورس اونلي زي ما قلنا، علشان مش هيشوف اي هوست تاني لان مش هيبقى اكسس على الداتا ستور. لكن في حالتنا ده ناخد الاختيار التالت. طبعا زي ما قلنا قبل كده ولا هتلاقي اي اختيار بيقول لك ان ده في موشن ولا اس في موشن ولا شيرد ناسنج في سفير في موشن. المسميات دي كونسبت بتتطبق في وجود الاشتراطات الخاصه بيها. طيب فبالتالي لو قلنا هنا نيكست، طبعا لان انت بتغير الهوست والداتا ستور فبالتالي بيديك اسم الفي سنتر كله بالداتا سنتر اللي فيه. ولو قلنا في كلاستر زي ما قلنا قبل كده تقدر تمايجريت الفي ام دي من كلاستر للثانيه عادي جدا. في الحاله دي احنا عايزين نمايجريتها للهوست ال 112، مفيش اي مشكله في الكومبيتابيلتي. طيب نيكست، هيجي هنا بقى للداتا ستور. طبعا الداتا ستور زي ما قلنا هيظهر لك الداتا ستور اللي هي موجوده على الاس اكس اي ديستنيشن اللي احنا اخترناه اللي هو ال 112. شوف هنا حتى لقينا ايه سيلكت فاليد ديستنيشن، لان انا حتى الان ما حددتلوش اي داتا ستور فبالتالي ما ينفعش ان انا اعمل نيكست. هنا بقى ممكن تنقله على لوكال او شيرد. طيب هنقول له انقله على الشيرد داتا ستور دي. جميل جدا، مفيش اي كومباتيبلتي. طبعا نفس اللي احنا شرحناه في الاس في موشن، ان انت لو عايز تشينج الفورمات الخاص بالديسك من سن لسيك او العكس، لو في اي ستورج بوليسي متطبقه زي ما وضحنا الفكره دي قبل كده. طبعا دايما انت بتسيبها الاشهر، يعني انت بتسيب كل الاوبشن دي على الديفولت سيتنج بتاعتي. فهنختار السن دي اس 20 ونقول له نيكست. النتورك طبعا لان انا هتشينج ال اي 6 اي فلازم برضو نتاكد ان النتورك بتاعتها او الفيرشوال ماشين بروتوكول موجوده على الديستنيشن اي 6 اي، وده مهم جدا علشان ما يحصلش اي دروب في الباكت. طبعا لو احنا فتحنا كده بنج على الفيرشوال ماشين علشان نتست في الميجريشن نشوف هيحصل اي دروب في اي باكت، فده النتورك متكريت على الهوست السورس والديستنيشن. جميل جدا، نيكست.
ده زي ما قلنا البيورتي عندنا، عشان لو في اكتر من فيرجن ماشيين بتتمجريت في نفس الوقت وعايز تدي بيورتي ل في ام على الثانيه، طبعا هنسيبها الديفولت مش محتاجينها. نيكست، ده السمري بتاعنا. هنتشيج الكمبيوت والستورج، اسم الفيرجن ماشين، الديستنيشن، الداتا ستوري اللي هننقلها هتتنقل بنفس الفورمات، مفيش اي تغيير على مستوى النتورك، ونقول له فينش. هيبدا بقى هنا يعمل عمليه المايجريشن وهيبدا فيها. طبعا زي ما قلنا لو فتحنا كونتينوس بينج كده ونشوف، ان شاء الله مفيش هيبقى فيه اي تاثير، وتقدر تلوجن على الفيرتشوال ماشين في نفس الوقت والامور شغاله عادي خالص زي ما قلنا قبل كده في الفي موشن والاس في موشن. زيرو داون تايم لايف، ما دام انت البري ريكوزيت والاشتراطات الخاصه بالفيرتشوال ماشين متوفره تقدر مايجريت الفيرتشوال ماشين. طبعا زي ما قلنا لازم يكون في كومباتيبلتي ما بين السورس الاس اكس اي والديستنيشن بالنسبه للسي بي يو، لان ده لايف مايجريشن، فده برضو احد الاشتراطات المهمه بالنسبه له. طبعا هو لو في اي مشكله في الكومباتيبلتي بتاعت السي بي يو، ان انت مثلا السورس مثلا اي ام دي والديستنيشن انتل او العكس، ده طبعا استحاله ان هم يحصل مايجريشن اصلا. طب لو هما الاثنين مثلا انتل لكن واحد فيهم بروسيسور مثلا قديم، يعني مثلا عندك مثلا باور ايدج مثلا 300 مثلا او 700، الموديل بتاعه مثلا 730 وتنقل على 740 مثلا الاحدث، فبطبيعه الحال يعني مثلا ده انتاج مختلف، يمكن فرق سنتين، فبالتالي البروسيسور بيكون مختلف. طب في الحاله ديت هينفع يتنقل؟ بنسبه 99% لا، لان البروسيسور بيكون مختلف. فبالتالي دي لو ورك اراوند ان احنا بنعمل حاجه اسمها اللي هي الاي في سي، ان شاء الله هنشرحها دي بعد كده. فبالتالي تقدر تعمل مايجريت، يعني لو الاثنين نفس الفندور مفيش اي مشكله، عشان كده في البرزنتيشن كان بنقول عليها اللي هي السي بي يو كومباتيبلتي، ما دام الاثنين نفس الفندور تقدر تنقل عادي جدا مفيش اي مشكله. زي ما حضراتكم شايفين الفي ام اتنقلت من الهوست ال 111 ل 112، يا بس في ريكوست تايم اوت واحد حصل، لكن ما زالت مستمره شغاله، والفيرشوال ماشين اتنقلت عندنا زي ما قلنا قبل كده اكتر من مره. هتاخد وقت قد ايه؟ ديت بالنسبه لنا ما نقدرش، ملهاش وقت ستاندر ان احنا نقول لو الفيرشوال ماشين مساحتها مثلا 100 جيجا هتاخد كام دقيقه، لا ده بيكون ليه حسابات كتير حسب المساحه، حسب السبيد عندك، هل بتنقل من شيرد لشيرد، من لوكال. طبعا في الحاله بتاعتنا احنا بننقل من لوكال داتا ستور لوكال داتا ستور او من لوكال داتا ستور لشيرد، فبالتالي ده بتاخد وقت اكتر من ان انت تكون بتنقل من شيرد داتا ستور لشيرد داتا ستور، ده بيكون طبعا اسرع شويه. وطبعا اختلاف بقى الداتا ستور اللي عندك دي شغاله اصلا، لو هي شيرد داتا ستور شغاله ان اف اس، شغاله ايس كازي، شغاله فايبر، شغاله فايبر شانل اوف ايثرنت، كل ده بيعمل بيخلي الحسابات عندنا تختلف شويه. فبالتالي عمليتها تاخد وقت قد ايه؟ دي بقى انت هتبدا عندك في الانفايرمنت وتشوف الافريج او الاستيميشن للوقت، فبتعرفه بعد كده مع استمرار الشغل. ده كده يعتبر فكره او توضيح لمعنى الشيرد ناسنج في سفير في موشن، ان انت بتمايجريت فيرتشوال ماشين من لوكال داتا ستور للوكال داتا ستور تانية او لوكال داتا ستور لشيرد داتا ستور. طبعا ده بيجبرك ان انت لازم في نفس الوقت ما تقدرش ان انت تعمل اس في موشن فقط، لكن لازم تعمل في موشن بلس اس في موشن الاثنين في نفس الخطوه علشان تقدر تمايجريت فيرتشوال ماشين من لوكال داتا ستور للوكال داتا ستور تاني او من لوكال داتا ستور لشيرد داتا ستور. ده كان موضوعنا النهارده، ونشوفكم قريبا جدا ان شاء الله. السلام عليكم.